امبارح بتاريخ 4 يناير كان في حاجة خبر قريناه، وخبر بالنسبة لي كان عظيم وعظمته انك لما تتعرض لموقف او تتعرض لجريمة من الجرائم الالكترونية، ان حد يضايقك عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق كل وسائل الميديا اللي استحدثت، ما تتواناش في انك تاخد حقك بالقانون. احد الافراد عمل فيديو كان كله اساءة واهانة ويعني وصف بالفاظ غير لائقة وغير محترمة يخص الزميلة الفنانة منى زكي. والحقيقة كان سهل جدا على الاستاذة منى انها تفتح هي كمان الكاميرا وترد وتدافع عن نفسها او ترد الاهانة باهانة، لكن هي الحقيقة ترفعت عن ان هي ترد على اي حد بيتنمر عليها. والنقابة مشكورة برئاسة النقيب دكتور أشرف زكي أخذت قرار بأنها تدافع عن واحدة من أعضائها تعرضت للشب وللشتم وللإهانات. ومحامي النقابة تقدم، هو كمان عايزة أقول اسمه، الأستاذ شعبان سعيد، محامي بالنقد وكيلا عن دكتور أشرف زكي بصفته نقيب الممثلين، رفع قضية على هذا الشخص وحصل تحقيق في هذه القضية وتشاف الفيديو وتشاف التنمر والإهانة فاتحكم عليه امبارح بغرامة وبحبس. تحية لبلدنا وللقانون، وتحية للأشخاص اللي بتاخد حقها بالقانون. ودي دعوة إن محدش يسكت على الإهانة أبداً، او على اي حد يتنمر عليه الكترونيا او يشتمه او يضايقه باي وسيله او يمارس عليه فعل الجريمه. فخدوا حقكم بالقانون. معايا دلوقتي مداخله من الاستاذ احمد السخاوي خبير امن المعلومات. زي حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني شرفتنا، وعايزين راي حضرتك في اللي حصل امبارح والامر بحبس وغرامات هذا الشخص سيتحملها. طيب، الحقيقة أنا عايز أتكلم عن موضوعين مهمين جدا في قصة الابتزاز وقصة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي رقم واحد الشباب الحديث اللي بدأ يعني ينشئ صفحة أو ينشئ قناة أو مدونة أو whatever هو بيستخدم إيه، ويبدأ إن هو يستخدم الوسيلة دي في نقد هو أبعد ما يكون عن يعني فكرة النقد نفسها، هي فقط إساءة. يعني بنشوف مثلا بعض الشباب يعني حديثا عشان يقدر مثلا يجيب مشاهدات أو يقدر إن هو يبقى ترند أو حاجة زي كده، بيبدأ إن هو يتنمر أو حتى يعني ممكن الموضوع يوصل صدقيني لدرجة الإهانة الشديدة جدا. وده اللي حصل، وشكرا للقانون إنه أخذ للزميلة العزيزة منى حقها. والحقيقة حضرتك بتنصح بإيه؟ أي حد يتعرض لإهانة أو لشتم عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق المدونات أو عن طريق قنوات بعض الأشخاص اللي عايزين يتكسبوا على حساب إهانة الغير، حضرتك تنصحنا بإيه؟ رقم واحد، إحنا ما ينفعش نخاف من أي حد يبتزك. لازم لو حصل أي عملية ابتزاز لازم تبلغ الجهات القانونية. ده ابدا اعمل محضر، ابدا توجه لمباحث الانترنت، ابدا حتى استخدم الخط الساخن في فكره انك تقدر توصل لاي حد يقدر يساعدك، او حتى خط الساخن ل 140 الخاص بمباحث الانترنت وتلقي الشكاوى. حاول دايما تاخد دوكيومنت للحاجه اللي هي فيها ابتزاز او اساءه ليك، لان ده هيكون يعني زي دليل دامخ كده على الاهانه اللي حضرتك تعرضت لها. اوعى تيأس من انك تاخد حقك، حاول دايما تاخد حقك بالقانون. ضايق تاني بالقانون، لان في ناس كتير تلجأ ان هي ممكن ترد الاساءه باساءه، وده غلط، ده بيضيع حقك. لا، خد حقك عن طريق القانون. كمان لو في فرصه ان حضرتك تقدر يعني يبقى الاثبات ما زال موجود او ما زال ساري، توجه بسرعه جدا لاقرب اسم ليك او اقرب حتى يعني مديريه شرطه ليك، وحاول انك تتوجه بعمل محضر رسمي. تمام، انا بشكر حضرتك جدا جدا، وبقول لكل الناس اي حد يهينك حقك على نفسك انك تعمل له محضر، والاجراءات القانونيه هي اللي تاخد مجراها. وانا تحيه لنقابه المهن التمثيليه برئاسه الدكتور اشرف زكي لانه بيحافظ على كرامه اعضائه.